الحكومة الفرنسية تعهدت يوم الأربعاء بجعل النظام الضريبي للمغتربين الأكثر ملائمة في أوروبا بهدف استقبال المزيد من الشركات التي ستغادر لندن نتيجة قرار بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وبذلك تصبح باريس المركز الأول في أوروبا. رئيس الوزراء مانويل فالس أعلن في مداخلة في منتدى باريس مركز أوروبا المالي أن المعدل الطبيعي للضرائب على الشركات سيخفض إلى 28% مدة 8 سنوات بدلا من 5 حاليا.